إنما تمر به عدن اليوم من أوضاع كارثية. اقتراب المحتجين من القصر الجمهوري آخر تطورات الحركة الاحتجاجية المطالبة بتحسين الخدمات المعيشية في عدن. نتمنى من الحكومة حكومة الشرعية أن تنظر إلى هذا الشعب، لأن يعني إذا كان الحكومة ما تحلش أزمات المواطنين فهي يعني إيش وظيفته؟ فالمواطنون في عدن باتوا اليوم لا يشعرون بالفرق ما بين الأوضاع التي شهدوها أثناء الحرب وبعدها. معاناة عدن وأبنائها ما زالت تتفاقم يوما بعد يوم، مؤدية إلى مزيد من الاحتقان الشعبي. الكهرباء ما هليش، ويطالبوا مننا نسلم فواتير الكهرباء، والراتب منه أخذوا 25,000، يعني بيجي عقل الكهرباء ولا عقل مي ولا نأكل عيالنا ولا نخرج، ما قدرناش نودع عنا مدارس نشتري لهم ثياب عقل مدارس. ما تعيشه عدن من أوضاع مأساوية لا تقتصر فقط على الكهرباء، بل على جميع خدمات البنية التحتية. وصلت الوقفات الاحتجاجية إلى هنا على مقربة من القصر الجمهوري، متأملين من الحكومة الاستجابة إلى مطالبهم الأساسية. مروى السيد، قناة بلقيس، عدن.